الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل انطلاقات ميدان الشحانية، نتواصل مع حضراتكم في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من ميدان التحدي، حيث تبدأ رحلة جديدة عمرها 8 كيلومترات. الثنايا تنطلق الإبكار في هذا الشوط 13 اللي يضم نخبة من الشعارات. أشوف شعارات كبيرة حاضرة، أشوف شعارات مميزة حاضرة في هذا الشوط. نتمنى للجميع التوفيق، نتمنى لكل المشاركين والله أتمنى لهم التوفيق والناموس. المركز الأول في هذه اللحظة رقم 24، بنت الشاهنية فهد بن غصين العرجاني على المركز الأول. فهد بن غصين العرجاني بنت الشهنية، خلينا نقولها الشهنية أحسن، الشهنية لفهد بن غصين العرجاني على المركز الأول، وعلى الصدارة المركز الثاني رقم 10 وهي مياسة مسلم بن محمد بن مسلم بن صنقوح العامري على المركز الثاني. شعار طالب بن علي بن حمد الجربوعي المري مع الضبي يحتل المركز الثالث وينطلق شعاره. المركز الرابع العنود زيد بن سالم، زيد بن سالم بن تخيل المري على المركز الثالث وراء على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس كما يقول العمدة نمبر 5، المركز الخامس درعة للسيد سالم بن سلطان بن ناصر الجفال النعيمي. خلاص المراكز الخمسة يا إخواني المتابعين أعلنتها لحضراتكم كاملة مكملة. واليوم اليوم 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 يوم الكبار، خلاص هذا الأسبوع الأخير من هذا السباق الغالي، سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، وهذا السباق الذي يقام كل عام في ميدان الشحانية حيث يحظى بالرعاية الخاصة والدعم من سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، دعم لا محدود، دعم مميز، دعم خاص لهذا السباق وهذا المسمى لهذا السباق الغالي. إخواني المتابعين، انتفاضة حضرت الشوط الأول، انتفاضة لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري، حضر مبدع في الشوط الرئيسي الأول الخاص بالثنيان القعدان سعيد بن سعد بن ضحي العامري. هذه صاحبات الأشواط الرئيسية، في الأشواط الأولى حضرت هذه الشعارات، وأتوقع أن عندها أفضل توقيت اللي هي انتفاضة. نعم عندها أفضل توقيت 12:48 44 جزء من الثانية، عندها أفضل توقيت حتى هذه اللحظة. نسير إخواني المتابعين في هذا العرض المميز وهذا الرقص الشحاني الأصيل، الرقص الشحاني الأصيل في ميدان الشحانية، وتواصل أبناء الخليج، تواصل أيضا الملايين عبر الشاشات لمتابعة هذا السباق الغالي. وبالنسبة لسن الثنايا إخواني المتابعين، سن لا يبقى في هذا السن إلا 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 مطية سموك حقيقة، لا يبقى في هذا السن وانتظار هذا السن ومسيرة رياضية إلا أنها تكون مسيرة حافلة بالإنجازات حتى وصلت إلى سن الثنايا. نعم لحقائق لقايا أجداع كلها تصل وتتواصل مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات ووصولها إلى سن الثنايا ومسافة 8 كيلومترات. يعني كلهن سبق، يعني كلهن سبق اللي في الشوط، كلهن سبق معروفات سجلاتهن حافلة، كل وحدة عندها رصيد، كل وحدة عندها رصيد بروحها، كل وحدة عندها رصيد سيارة رمز، أيضا فائز بجائزة نقدية، كلهن فائزات. نتمنى لهن التوفيق أيضا وتسجيل نقاط ذهبية في هذا السباق. إخواني المتابعين أعود إلى المركز الأول رقم 10، رقمها 10 وهي ميات
مسلم بن محمد بن سالم بن صقوح العامري مع المركز الأول ومع الصدارة ينطلق في الكادر الفوقاني، ينطلق معلنا حضور هذا الشعار قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مصانع الجنوب. على المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثاني الشاهنية، على المركز الثاني فهد بن غصين بن عبد الله بن غصين العرجاني، مع المركز الثاني ينطلق شعاره أيضا أحد ممثلي أبناء الشحانية. عندنا المركز الثالث، هذا شعار بن عمارة مع وجود الظبي طالب بن علي بن حمد الجربوع المري، مع المركز الثالث ينطلق رقمها 2 ممثل لأبناء الشحانية أيضا في هذا الشوط. أنتقل بدوري كمعلق على هذا الشوط إلى رابع المراكز لأجد الشهنية راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري على المركز الرابع. يا سلام، هذا الشعار تاريخ، تاريخ يتحدث عن هذا الشعار إخوان المتابعين، سجل حافل، سجل ذهب، ذهب مع هذا الاسم بن حباب الهاجري اللي يتواجد. وراعي الضبي، الله 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 الله، راعي الضبي إخوان المتابعين رافقت وتابعت مسيرة رياضية حافلة الضبي مع هذا الشعار العملاق، شعار بن حباب اللي يحتل المركز الثالث بدوره. المركز الخامس، الشعار الأحمر بالنجوم البيضاء اللي يصل بالمركز الخامس، وهذا شعار زيد بن سالم بن تخيل المري مع العنود اللي تحتل المركز الخامس. خلاص خلاص انتهينا من هذا النداء، انتهينا من هذا النداء على هذه اللحظة. يا سلام، وهذا النداء الثاني يا حسين، تابع تابع الأسماء الكبيرة الحاضرة في سباق المؤسس، في السباق المؤسس الكبير وهذا السباق الغالي على قلوبنا كمحبي وعاشقي لهذه الرياضة العربية الأصيلة. يا سلام، خلاص بدأ إخواني المتابعين هذا المهرجان أيضا في أسبوعه الأخير بظهور شعارات كبيرة دائما مع الكبار، دائما مع الكبار، حضور شعارات مميزة مع الكبار وتألقها. اليوم في الفترة المسائية إن شاء الله أنتم مدعوون مع إخواني المتابعين، في الفترة المسائية أنتم مدعوون إلى متعة الرموز، أشواط الرموز، لا أحد يفوتها أشواط الرموز، لا تفوت حد أشواط الرموز. اليوم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت قطر ستنطلق أشواط الرموز من ميدان الشحانية، وسنتابع ونستمتع مع أشواط كلها سيارات إن شاء الله في الفترة المسائية. كل من توقع من توقع، ولكن الناموس واحد، الرمز واحد، الأول واحد. يا سلام. إذن إخواني المتابعين، مع هذه اللحظة ومع المنعطف ما قبل الأخير، مع هذا المنعطف الأخير، مع هذا الشوط رقم 13، خلاص أذكر، يقول لي محمد بن بريك ذكر بأشواط السودانيات، يحبها محمد بن بريك، يحب الأشواط السودانية، لها جمهورها ولها متابعينها ولها عشاقها، عشاقها عشاقها أشواط السودانيات اللي رصدت لها جوائز، جوائز عينية، سيارات رصدت لها. شكرا للجنة المنظمة، شكرا للجنة المنظمة ممثلة بسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني الذي يرعى ويهتم بكل 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 النجاحات في ميدان الشحانية، يهتم اهتمام ابو عبد الله كامل وحرص تام على المتابعة ودقة المتابعة في ميدان الشحانية. يا سلام، اجتمعن الخمس، الخمس اجتمعت، الخمس اجتمعت، ولكن ما بعد الخمس، ما بعد الخمس يا الحبسي، ما بعد الخمس، عند لوحة 2، حنا عند لوحة 2، يعني باقي 2 كيلو خلاص بنهني وبنومس وبنشوف المنصة وبنصل إلى خط النهاية. يا سلام، هذه مياسة، مياسة ومياسة، مياسة مع المركز الأول، ويا سلام مياسة قادمة من الإمارات، ممثل الشحانية ينطلق مع الضابط.
ينطلق مع الظبي ويحتل المرتبة الأولى طالب العلي بن حمد الجربوعي المري مع المركز الأول والثاني أهمي ياسع مسلم بن محمد بن سالم بن صقوح العامري، والمركز الثالث عوايد 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 حمد بن سالم الشريفي مع المركز الثالث، ديروا بالكم عليها وشعار بن حباب اللي رشحوه الاخوان الشهنيه راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. والمركز الخامس العنود تحت الخامس المراكز وزيد بن سالم بن دخي المري تنطلق الى المركز الرابع. خمسه اسماء في موقع واحد والناموس واحد يا سلام. بدأنا بالهبوط لوحة واحد أمامنا ساير على المركز الأول أبو حمد الحبسي ساير على المركز الأول. لوحة واحد اللي اللوحة الخطيرة إخواني المتابعين، أعدكم بحضور أسماء مميزة. هذه مياسة مسلم بن محمد بن سالم بن صقوح العامري يحتل المرتبة الأولى، المركز الثاني عوايد، على المركز الثاني حمد بن سالم الشريفي، المركز الثالث العنود زيد بن سالم بن تخيل المري، ورابعا تحتل في هذه اللحظة الشهنية فهد بن حسين بن فهد العرجاني. يا سلام تبوك حضرت محمد بن راشد بن حمد الهاجري مع المركز الثاني ينطلق، يقودها المضمر حمد الحبسي بالمركز الثاني. انطلقت سجلاتها حافلة مليئة بالإنجازات. الأقرب للناموس هي يا سلام. السارية بالمركز الثاني تنطلق ومحمد بن مطب بن مطوع الكتبي رقم 25، ولكن تبوك تهدي لأبو راشد محمد بن راشد بن حمد الهاجري مع المركز الأول. هذا محمد بن راشد بن حمد الهاجري من سلامة مع المركز الأول ينطلق وأهالي الريان جود مورنينج على هذا الانتصار مع تبوك. قال لي أبو راشد اليوم قال عندي ناموس مع تبوك، وأهنيك أبو راشد، أهني أيضا من يحب ويعشق هذا الشعار بن سلامة. فوز تبوك بالمركز الأول محمد بن راشد بن حمد الهاجري، تهانينا والناموس أبو راشد. المركز الثاني عوايد حمد بن سالم الشريفي، المركز الثالث السارية لحمد بن مطر بن مطوع الكتبي، المركز الرابع العنود زيد بن سالم بن دخيل المري، وخامسا الظبي رقمها 2 طالب بن علي بن حمد الجربوعي المري. اخواني المتابعين حضرت وقلت لكم في اسماء بتحضر في خط في الكيلومتر الاخير، وها هي تبوك تحتل المركز الاول وتفوز بهذا الشوط. تبوك فازت بهذا الشوط، اهني ابو راشد شعار بن سلامة الحاضر محمد بن راشد بن حمد الهاجري على فوز تبوك في المركز الاول. اهني المضمر ايضا حمد الحبسي من قادها الى خط النهايه بكل ثقه، اهني ايضا حمد وعبد الله على فوزها بالمركز الاول. تهانينا والناموس لال سلامه كلهم. اذا توقيت تبوك 13:04:81 جزء من الثانيه توقيتها الزمني. تهانينا ابو راشد، تهنئه للحبسي قائدها ومتابعها. المركز الثاني ثمانية وثمانين جزء من الثانية. حمد بن سالم الشريفي المركز الثالث 13:09:70 جزء من الثانية هي سارية لمحمد بن مطر بن مطوع الكتبي. تهانينا والناموس ليا سيد محمد بن راشد بن حمد الهاجري. فوز تبوك.